بسم الله الرحمن الرحيم. انا مصطفى محمود فيزيكس انستراكتور وساينس كوميونيكيتور. طلبه كتير قوي بتسالني المفروض نعمل ايه الفتره الجايه وفاضل شهرين على الامتحانات. الفتره الجايه المفروض نحل اسئله على قد ما نقدر، المفروض نحل امتحانات كتير، ومن خلال الاسئله والامتحانات دي نبدا نستوعب ونجمع الاجزاء اللي وقع مننا. عشان كده هيكون عندنا ان شاء الله فيديوهين كل اسبوع هينزلوا على القناه بتاعتنا، فيهم حل اسئله كتاب المعاصر 2022 المراجعه النهائيه وشرح اهم الافكار واهم الاجزاء اللي في المنهج. اولى وثانيه ثانوي برضو مش ناسينكم، ان شاء الله باذن الله هننزل المراجعه النهائيه للمنهج بالكامل الاولى والثانيه على اليوتيوب، وان شاء الله هيكون في مفاجات كتير جدا لاي حد حابب يتعلم فيزيكس في مصر كلها. في النهايه حابب اقول لكم حاجه، في ناس بتقول انا ذاكرت انا عملت اللي عليا خلاص، لا هو مش خلاص، انت ما جبتش اخرك، لسه ما خلصتش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فوق كل ذي علم عليم، فمهما ذاكرت ومهما عرفت لسه في اكتر تعرفه، وهتفضل تعيش وتموت وانت بتتعلم، فما توقفش ابدا وما تزهقش، افضل اتعلم وادرس. اللي شايف نفسه قصر انت ما قصرتش ولا حاجه، انت عملت اللي انت تقدر عليه. وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، فانت اسعى واعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى هيجازيك الجزاء الاوفى باذن الله. في النهايه ربنا يوفقكم ان شاء الله، وكل واحد يعمل كل اللي يقدر عليه، وفي النهايه ربنا سبحانه وتعالى هيقدر له الخير ايا كان. كل ما عليك ان انت تسعى وتتعب وتعمل اللي عليك، والباقي مالكش دعوه بيه، ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انت ادرس وتعب وذاكر واسهر وافرح بالنتيجه ايا كان. بالتوفيق يا رب.